ضيع قلالي فصلون على سيدنا رمضان وفي سوايع طوالة هادو على بالي بلي بزاف منكم مازالوا مع اللمسات الأخيرة تاع لي بريباراتيف تاع رمضان. شاركتكم هاد الفيديو باش يدازيدو كاش حاجة ووجدوها مازال الحل. ما تنساوش لا شابلوغ نسحقوها بزاف في رمضان، وبيرسونيلمون ما نحمص الخبز ما والو، نخليه ابيض باش كي ندير به الحاجة باني تجيني مقرمشة بزاف. نفوت للكاوكاو ديما حاضر عندي في رمضان، نوجد به السيجار الصامصة المحنشة القطايف، ونخبركم سر على روحي نبغي الحوايج نتاع الكاوكاو كتر من اللوز، على باليش نحسهم بنان كتر. انتو ما كيفي ولا لا؟ نحطهم في القوابس نتاعهم وندسهم في البلاكار. ودايما في رمضان نجيب كيلو لوز ونقليه في الزيت، يعجبوني بزاف المكسرات مقليين في الزيت. بصح انتوما اللي يبغي حمصه في الكوشه يدبر راسه، انا اللوز نسحقه في البسطيلة مع الطاجين الحلو وفي الكبه. برك ملاحظة، اللوز لازم ينقل على نار قليلة وساعة ساعة حركوه باش الحبة تنقلى من الداخل تاني. ما تحمروش بزاف في المقلة خاطرش راح يزيد يكمل في تيابه منين تنحوه، دونك بالكوا في هذه النقطة. نشفوه من الزيت، خلوه يبرد مليح وحطوه في البواطة نتاعكم في الفريجيدير. الحمص دايما ننساوه، باش نكون ألس في رمضان دايما ننفخ كيلو ونحطه في دي ساشي دو كونجيلاسيون، وهكذا نتهنى منه. وجد تاني كميه نتاع لاباط فويتي وكونجليتها، والطريقه راني حطيتها لكم في لي باج نتاعي في اليومين اللي فاتوا، اللي بغاها يروح يشوفها. نهار تحتاجوها جبدوها من الكونجيلاتور ديكونجليوها وخدموا بها عادي، غصت ناجحه وتعطيكم دي سالي هايلين. وجد تاني معكم الخلطه نتاع اللحوم ونتاع الدجاج، وعمرنا مع بعض البقالات نتاع لي زيبيس، واللي بغى يتعرف على لي ميلونج نتاعي يلقاهم بوستي في الصفحه، حطيتهم غير البارح. والثوم يا الثوم هذاك اللي شدنا في اليد كي نكونوا في الكوزينه، راني بارطاجيت تاني معكم طريقه الكونسيرفاسيون برك بالزيت. اذا احترمتوا النصائح اللي كاينين في الفيديو اللي حطيتها لكم، رايحين تتحصلوا على الثوم مصبر يحكم لكم حتى لست شهور بلا ما يفسد. دسوه برك في الفريجيدار، ما رايحينش تحتاجوا تحطوه في الكونجيلاتور. والناس اللي يبغوا لي ميني بيتزا في رمضان، لي كوكا لي سوفلي، خمو باش توجدوا كميه كبيره نتاع لاصوص بيتزا باش تبقاو اليز. راني حطيت لكم في فيديو سابق الدوزاج نتاع لاصوص بيتزا نتاعي اللي تقريبا كامل نديروها بلا ميم فاسون. وما تنساوليش الفينيغريت، راني بارطاجيتها معكم هي تاني، حطيت لكم كميه تكفيكم كامل شهر ان شاء الله. ودرك ما بقى لي غير نتمنى لكم من قلبي احلى واجمل رمضان يا اغلى ناس. بقاو على خير.